السيد احمد غوش عضو مكتبي في جمعيه الاعمال الاجتماعيه في موظفي ومستخدمي عمله اكادير داو تنان ومركز الجهه. انا رئيس اللجنه الثقافيه والترفيه والرياضه، وهذا الفريق ديالنا تقريبا من 2002 هذا الفريق ديالنا ديال كره القدم، وهاد المره حنا كنشاركوا في المره الثانيه دوري التسامح رقم 2. وش نقول لك، نطلب الله فهمتي باش نكونوا ديما متواجدين. حنا الحمد لله مشاركين هذه في الدوره الثانيه ديال التسامح دوري كره القدم لرمضان، والان كما كتشوفوا راه لاعبين مع شركه كوكا. الان الفريق ديالنا راه منتصر ب3-0 وهما دابا راه في الشوط الثاني، دوزا الذهاب في امان الله وحنا في الروتور. دابا حنا في الروتور، دابا هذه الدوره الثانيه في الروتور، حنا منتصرين لا في الدوره الاولى ولا الثانيه ديال الروتور. خسرنا الدوره الاولى في الروتور على فرما سبور ثلاثة بالضبط الحصه، واليوم دابا حنا شركه كوكا ب3-0. ها هو دابا راه باقي حنا في الشوط الثاني، والرتبه اللي كاين انتم دابا ما حدش، حنا دابا كنطلبوا الله باش نتاهلوا للربع النهائي، حيت بالنسبه لهذا الدوري كاين الربع النهائي وكاين نصف النهائي وكاين الترتيب والنهائي. حنا نطلبوا الله باش نمشيو للربع النهائي ان شاء الله. شكرا سي بوش. مرحبا. تشكرتنا. مرحبا.